فخورة جدا لاختيار الرياض عاصمة للمرأة العربية. طبعا هذا اللقب لم يأتي من فراغ، وإنما باستحقاق وجدارة. المرأة السعودية لطالما كانت لديها الإمكانيات والقدرات. طبعا في الفترة الأخيرة مو بس أنا اللي شاهدت، أتوقع العالم كله شاهد التطور السريع والنهضة اللي قاعد تصير في السعودية على جميع المستويات. فمو غريب إنه مع هذه الرؤية يكون في جزء كبير عن المرأة وتمكين المرأة. مو غريب على الرياض اختيارها عاصمة المرأة العربية. كل الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة السعودية في كافة المجالات. فخورة بالانتماء لهذا الوطن الذي يعتبر أبناؤه هم ثروتها الفريدة، وأنا فخورة كابنة لهذا الوطن العظيم الذي غمرني قادته وحكامه بدعمهم حتى حققت حلمي بأن أصبح طبيبة الطوارئ ولله الحمد. لكن الجديد اليوم أن رؤية 2030 وضعت المرأة بصورتها الحقيقية وإمكانياتها المتميزة على الخريطة الأكبر، فلا عجب أن تكون الرياض هي عاصمة للمرأة العربية. متفائلة جدا باختيار الرياض عاصمة المرأة العربية لعام 2020 تحت شعار المرأة وطن وطموح، جعلها تكون بداية خير وبركة للجميع نساء ورجال.